دكتور علاء، عشان عايز ابدا، عشان كنا في المناقشه اللي فاتت، تعتقد ايه ملخص الازمه؟ يعني كنا في مناقشه سابقه، الاطباء بيقول لك لا، مش من حقك التشخيص بهذا الشكل اللي انتوا بتتكلموا عنه، يعني انتوا قلتوا لا من حقنا. يعني خليني اقدم تحياتي لحضرتك ولكل الزملاء الموجودين، ويعني ابعث بتحيه للدكتور خالد سمير والدكتور حامد اللي كانوا حاضرين معانا اللقاء المره اللي فاتت. وانا شخصيا بافخر ان انا عضو في اتحاد المهنه الطبيه اللي بيجمع الاطباء والصيادله والبيطريين والاسنان، وكن كل الاحترام لكل زميل وكل عضو في هذه المنظومه التي يعني من واجبها وهدفها خدمه المريض. طبعا انا لما قعدت مشاهده الحلقه اللي فاتت لقيت انه احنا مش مختلفين خالص، بالعكس الدكتور خالد سمير والدكتور حامد اعطوا للصيادله من حقوق يمكن كثير من الناس بتنكر هذا الحق. على سبيل المثال الدكتور خالد سمير قال انه لا، انا ما خلينا في الموضوع، طيب ما انا اكمل يعني ساعتك، ما فيش مشكله. قال انه الصيدلي يمتلك حق الفيتو على الروجيتا، وبالتالي اي خطا في كتابه الادويه من حق الصيدلي ان يراجع هذه الروجيتا سواء مع الطبيب باتصال تليفوني او مع نفسه انقاذا للمريض. وانا شخصيا تعرضت لمواقف زي كده، ويمكن وجود الزملاء النساء كان في بيجيني حاجات ممكن تعمل ابورشن، يعني ممكن تعمل اجهاض، والحمد لله عشان انا واقف قدرت انقذ حياه هؤلاء. النقطه الثانيه يعني تعمل اجهاض، يعني هو يكتب حاجه تؤدي يمكن ان تؤدي الى الاجهاض. انا مش عايز اضيع وقت قوي، انما حصل اخطاء احيانا، يمكن كان في موقف بعينه بذاته، الست سمعت في التليفون دواء الدكتور كلمها، خدي الدواء الفلاني عشان المغص اللي عندك، سمعته ميثارجين، راس اسمها ميثارجين، بتعمل كونتراكتيل، بتزود كونتراكتيليتي في عضلات الرحم، وبالتالي لو الست حامل يعني ممكن تصل الى الايه؟ الى الاجهاض. فانا تخيلت ان الولاده حصلت بالفعل لانه بيتاخد بعد الولاده. وانا عشان انا بقى يعني صيدلي العائله، فسالت الشخص اللي جاي مبروك الولاده تمت، قال لي لا ده ما تمتش الولاده. ازاي؟ ده بيتاخد بعد الولاده مباشره. اي لا، انا اتصلت بالدكتور قال كذا. فرجعنا الطبيب تليفونيا، فاتضح انه الحقيقه عبر الانتقال التليفوني حصل تغيير في حروف الايه؟ وهكذا بيحصل الاشياء من هذا القبيل. الحاجة الثانية انتقلنا بعد ذلك انه عالميا يا استاذ وائل، عالميا في تقدم وتسارع في علم الصيدلة والأدوية والطب وهكذا. اما ان احنا نركب هذا القطار المتسارع، واما نظل في التخلف. الدكتور خالد سمير قال ايوه، ما انت لما بتركبه الاطباء بيقول لك انت بتدخل في اختصاصاتنا. لا بالعكس، بالعكس ده احنا بنساعد. الدكتور خالد سمير اقر بالفعل ان بره مصر هو حد قال بالنص كده الاطباء بياخدوا مرتبات كبيره جدا، وبالتالي لجأوا لحته التريننج للصيادله، انه بعض المستشفيات يكتب روجيتا ويشخص بعض التشخيصات المبدئيه ويقدم صيدلي الصيدلي مع التمريض يكتب روجيتا ويشخص. اي فندم، اي فندم. زي فين حضرتك؟ الدكتور خالد قال فين يعني؟ الدكتور سيبك هو ده كلام الدكتور خالد. لا اصل ان انا ما علمي، لا ما اختلفنا عليه. طيب ما اختلفنا عليه، ما اختلفنا عليه، ليه شروط خطيره وما تطبقش غير في لندن، وليه شروط خطيره اول شرط فيهم الدكتوراه. اذا في الصيدله بس حاجه اسمها الصيدله السريريه. ايوه يا دكتور ياسر، لا ده موضوع كبير خالص حضرتك اللي بتتكلم فيه غير ده خالص. لا مش مختلف، مش مختلف، بس ما خدش الدكتوراه دي. ده دكتوراه في الصيدله السريريه، اذا هو صيدلي يساعد في وصف الدواء. يا دكتور ياسر، يبقى اذا هو صيدلي خد الدكتوراه. لا مش صيدلي بس، قال لك لا شروط، ما اختلفناش. ده ليها شروط قلنا صيدلي حاصل على تريننج او شهاده او دكتوراه في هذا الشق. يبقى اذا يا دكتور هذا لا بعد اذن حضرتك ينفي. يا دكتور ياسر لو سمحت سيبني اكمل الفكره، عشان احنا قلنا ايه، خلينا ده ينفي. ما هو دلوقتي ما انت هو بكرة. انت عايز تستند لمعلومه هو شايف انها خاطئه عشان تبرر لنفسك انك لا خطا ليه؟ انا معي مستند، معي مستند هذا الكلام. لا ما قالش خطا يا انا معي مستندات هذا الكلام. ما قالش خطا، لا خطا بيقول يا دكتور انت قلت بشروط، قلت ان الموضوع مشروط. ايوه صح؟ انت واخد دكتوراه في الصيدله السريريه. انا بتكلم، ما انتش واخدها يبقى ما تشخصش، وهيساعد في وصف بعض الانواع من الادويه. لا 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 كده احنا حيدنا عن الـ عن الـ عن الـ الصح والغلط. احنا بنتكلم على المبدا. طب انت مشروط. انت صيدلي عايز تشخص ليه يا استاذ وائل؟
وعايز تكتب روشته ليه؟ يا استاذ وائل احنا قلنا ايه؟ ان الصيدلي الخبير الاول في الدواء. التشخيص هو حق مطلق لزملائنا الاطباء. انما فيما يعرف بالاوفر ذا كاونتر دراجز اللي زملاء الاطباء عارفينه، تلك الادويه بتتباع في الصيدليات بالظبط كده، التي من حق الصيدلي وصفها. ايوه بس انت ما بتتكلمش عن دي بس. اكمل بس احنا المره اوتو سي. قلت ساعتك ايه؟ اوتو سي فقط لا غير. اكمل بقى. الاوتو سي ده عباره عن ايه؟ يعني ايه اوتو سي يا دكتور ياسر؟ يعني ايه اوتو سي؟ حاجات بدائيات معينه معترف. يعني ايه بدائيات؟ يعني ادويه ولا مش ادويه؟ نعم ادويه ولا مش ادويه؟ ادويه بس ادويه دي ايه؟ الف ب. حلو. الالف ب ده بقى عشان انا اطلعه للناس مش لازم اعرف اطلعه ازاي؟ ايوه الالف ب. يبقى اذا الالف ب التاه صحه انا عشان اطلعه الواحد. لا صحه مش من حق يا دكتور لو سمحت. يا لو سمحت عارف قائمه الروتسي يا دكتور؟ ما احنا مش عايزين ندخل في حاره. يبقى سيبني اكمل فكرتي يا دكتور ياسر لو سمحت. بنقول ايه بقى؟ عشان ما هو بقول لك تيه زي حمش عشان انت بتوسع الفرق. لا 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 شوف بالظبط. شوف يا استاذ يا دكتور واسع لو سمحت انا بتكلم في كلام وخلاص. احنا بنقول له ايه؟ ان كل حاجه معروفه ومحدده. خليك معايا يا استاذ وائل. قلت بساعتك في الحلقه اللي فاتت انا معاك وانا شفتني ورحت مكان تاني. ما انا معاك بس اذا الوقت انت عايز تنتزع مهام وصلاحيات. لا ما حصلش ما حصلش. سيبني اكمل الفكره لو سمحت عشان ما نخشش في امور فرعيه. بنقول ايه؟ ان هذا الصيدلي اللي من حقه وصف تلك الادويه في انجلترا وفي مصر وفي كل العالم عشان يطلع هذه الادويه الالف ب لازم يكون عنده عارف عارف الكلام ده. انا صيدلي ببقى صيدلي ازاي عشان اخترع دواء للسكر؟ ازاي ابقى اخترع دواء للسكر؟ ما هو لازم ابقى عارف يعني ايه سكر. وعشان اعرف ابقى عارف يعني ايه سكر لازم ابقى عارف يعني ايه بنكرياس بيفرز انسولين. وعشان اعرف بنكرياس لازم ادرس الاناتومي بتاع الانسان. وعشان اخترع دواء للسكر لازم ازاي اعمل مريض سكر وبعد كده اخترع الدواء بطرق معينه. اذا الصيدلي عشان يبقى صيدلي لازم يبقى دارس كلنا كزملاء سواء اطباء بشر كده في بيزكس كلنا بنشترك فيها. هو بيخش يمين واحنا بنخش شمال لكن في النهايه نرجع في الموضوع بتاعنا ايوه خليني بس في التشخيص يعني وانك بتقول اكتب روشتة وشخص. التشخيص بما يخص الأدوية الوصفية التي يحق للصيدلي في صيدليته أن يوصفها لمرضاه وعملائه لابد أنه يبقى عنده تشخيص مبدئي. وإحنا قلنا إيه بقى؟ وإحنا قلنا التشخيص المبدئي ده اللي هو بقى يقول له إيه بقى؟ ندي الدواء ده؟ أدي الدواء ده؟ ولا من كلام الست دي عندها مشكلة لازم أحولها لأحد الأطباء النساء وفورا تمام؟ واخد بالك؟ إنما الموضوع مش عشوائي، الموضوع مش عشوائي. يعني انا يعني تشخيص مبدئي طبعا هذا كل مثال زي بس إيه؟ ممكن مثال بس لو سمحت زي ايه؟ يعني حد جاي داخل عليك بيشتكي من ايه فحضرتك هنقول المثال اللي كررناه المره اللي فاتت قلنا انا واقف في صيدليتي يا دكتور خالد وصيدليتي فيها سلمين ثلاثه كده طالع شخص طالع وماسك صدره ما يعرف بالهارت بيرن انتوا عارفينه طبعا كلكم فبيشكيلي انا عايز يا دكتور الكيس فوار لو سمحت بسرعه بسرعه بسرعه. طيب الكيس فوار ده مش فيه احتمالات ولا ياخد فوار وخلاص؟ فلازم تشخيص مبدئي اما انه عنده داخل على مبادئ ام اي تمام او عنده جاسترايتس عاديه كان اكله فحصل جاسترايتس او خد قرص اسبرين. الاطباء يقول لك توديه مستشفى اكمل بس لا توديه للطبيب زملائنا معانا اهو. طب هو هيقيم كلام الحاجه الثانيه دكتور حاجه ماسكولر احنا في حر شغل التكييف فحصل بين في ماسلز يعني انا على حسب روايه الاستاذ وائل بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ ادوا له فوار مش هو عايز فوار؟ ادوا له فوار. او قول له لا او قول له لا مش هديك خالص. يطلع بره بقى يشرب كوبايه لبن ويستريح وبعد ساعه تلاقيهم بيعلنوا عنه انه توفاه الله. انا كصيدلي دوري ايه؟ دوري ايه؟ عايز اسسمنت بسيط كده. طيب اسمع بس عشان بس السادة دول في يكلموا كلهم اتفضل اتفضل يا دكتور. هو انا 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 متفهم الفكره ان انت حضرتك بتقول ان الصيدليه دي ملجا لناس لشريحه عريضه جدا من المرضى الواقع. بحكم الواقع لازم نبقى يعني لازم يعني نقر ان ده واقع ان في ناس كتير قوي في اماكن كتيره جدا وعلى فكره على اختلاف حتى المستويات الماديه وعلى حتى المستويات الثقافيه وحسب المناطق في ناس كتير قوي ملجا بتاعهم رقم واحد
الصيدلية قبل حتى الطبيب بيروحوا او ممكن يكلموا في التليفون حتى ويبعت له الدواء على البيت. هو احيانا يختصر ويختزل كل المراحل ويقول لك ما روحش بقى للطبيب خلاص الصيدلية وصفيت. فانا متخيل او متفهم الفكره دي، ولكن انا نفسي كطبيب لما بيجي مريض او مريضه تشرح لي بعض الاعراض اللي ممكن تبقى بعيده عن تخصصي، انا شخصيا ببعتها للدكتور تخصصه مثلا جهاز هضمي او تخصصه. يعني ما ينفعش مثلا مريض تقول لي انا عندي اكتئاب او مكتئبه روح كاتب لها مثلا دواء انتي سايكايتريك او تراي سايكليك انتي ديبريسنت ببعتها. يعني انت بتقول هنا الحذر منك يقتضي انك حتى مع انك طبيب ما بتخصصش يعني دارس الحاجات دي تخصص. يعني انا كطبيب في مراحل الطب كله وماجستير ودكتوراه وبكالوريوس خدت كل الامراض المفروض ودرستها كلها، ولكن لا اجرؤ ان انا اشخص او اعالج اي مريض في غير تخصص. بس الواقع ما بيقولش كده. لا يا سؤال، هو الدكتور عمرو شخص لما خد قرار يبعت العيانه لدكتور بطنه هو شخص، شخص مبدئي، والا كانوا بعتها بعد عشان بتاع عظام مثلا بعدش ليه بتاع اي مرض تاني. لا التشخيص المبدئي عندك يعني عشان بس نفهم بروفيشنال دايجنوزز يعني ان انت في الاول خالص. طب خلينا عشان اسمع